حل أو إعادة هيكلة أو تذويب الحشد في المؤسسات الأمنية، هذه الذي يقول به السيد مقتدى. ما السيد مقتدى لديه 3 ألوية في الحشد، وواحد من قادة الحشد الكبار، ولديه أكثر من 100,000 مقاتل بالحشد، هو ليس طارئا عليه. نعم نعم. شوف، بالنسبة للحشد الشعبي، هو مع حبنا واحترامنا واعتزازنا ورمزيتنا للجيش العراقي، لكل تشكيلات الشرطة، ولكن هناك هوية عقائدية وبصمة. هذه البصمة كانت بإمضاء وتوقيع المرجعية الشريفة المتمثلة بسماحة السيد علي السيستاني، هي من أمضت ووقعت وأصدرت أن يكون هناك وليد ينضم إلى هذه الأجهزة الأمنية متمثلا بمسمى الحشد الشعبي. ولا أعتقد أن هناك من يتجرأ وأن يقول بإلغاء الحشد، ولكن يعني حقيقة ما يؤلمنا أنه الحشد وعوائل الحشيد وشهداء الحشيد وأمهات الشهداء التي أعطت ما أعطت من فلذات أكبادها، من أغلى ما تملك، اليوم ترى أن هذا العطاء الذي أعطته كان يراد أن يكون خارج الضوابط القانونية، وبالنتيجة إعادة ضبط هذا الجهاز عن طريق إعادته وتذويبه بالأجهزة الأمنية حتى تأتمر بأوامر ضباط كبار، ما احترامنا لهم. ولكن أين هي الهوية التي أعطاها سماحة السيد لهذا الجهاز؟ شو تقصد بالهوية؟ اليوم سيد علي لدينا تركي، رجال عقائديين، هاي يعني شو تقصد بالهوية ومخاوفك أن تذهب الهوية؟ الهوية العقائدية، يعني الهوية الشيعية للحشد، الهوية العقائدية. اسمعني أستاذ نجم، لا لا لا، مو هيك، هاي مغالطة. الحشد هوية وطنية، الهوية وليست عقائدية، الهوية تنتمي لا الهوية معينة. طبعا ولذلك الحشد قاتل في لا ماكو عقيدة معينة أستاذ نجم، أنت تقول تنظيم عقائدي. أستاذ نجم، ماكو هوية طائفية ولا هوية عقائدية خاصة لجهة دون جهة. اليوم الحشد فيه الشيعي وفيه السني وفيه الصابئي وفيه المسيحي، وكل منهم يعتز بعقيدته. أصبح الحشد هو فسيفساء العراق التي يعتز كل واحد منهم أن يكون مدافعا عن العراق بطعم الحشد وطعم المسيحي وطعم السني وطعم الصابئي. هذا اللي نقصده.